بكم، أهلا وسهلا بكم في ديما لاباس في سيدي رمضان. موعدها كل سبت واحد على قناة 9، سويعة من زمان نحاولوا نلخصوا الأكتواليتي، نستمتعوا بالمسلسلات من خلال الضيوف وندخلوا معاهم في الكواليس. اليوم السبت تبارك الله 19 رمضان، معناتها مازالوا العشر أيام الأخرى. إن شاء الله يا ربي مبروكين عليكم، وإن شاء الله ديما أنتم بخير وربي تسترنا تونس الكل. فرحان برشا دونك في الحلقة هذه باش يكون عنا ضيف واحد وضيف سبيسيال نستمتع معاه في رمضان وفي غير رمضان. سعيد باستقبال الأستاذ فتحي الهداوي. مرحبا مرحبا. أستاذنا شنحويلك؟ صحة شريبتك؟ صحة شريبتك. رمضانك مبروك، كل عام وانت بخير. العيش كل عام وانت حي بخير. شنحويلك وش عامل فيك سيدي رمضان؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله تمام. لاباس الحمد لله، مرحبا بيك. وبيك عايش ونشكرك اللي ما غليتش علينا يا اخي، جيتنا بالفلوس انت كما قاعدين يقولوا. حكينا في الموضوع، حكينا في الموضوع باستفاضة. نعاودوا خاطرك تجبد بطريقة غريبة. من البديهي جدا انه كل فنان او موسيقي او ممثل او اللي هو في وجه الجماهير يعني من المفروض انه يتقاضى حاجه ماليه ماديه باعتبار انه هو يملى فراغ، وكذلك الموضوع يدور حوله، وربما في الكثير من الاحيان يزيد في نسبه المشاهده. فمن الطبيعي انه باعتبار انه الناس كل تخدم هذا نوع من الخدمه زاد وموجود في كل الدول العالميه المحترمه اللي تحترم نجومها العمل، حتى اللي مش محترمه برشا موجود يعني. نحن في مرحله نحن قاعدين في كيما نقول اون فوا دو ديفلوبمون، في طور الاحترام ماشي معنا. طيب ما نعرفش في طور الاحترام، نحسك متفائل اما يعني بصفه عامه كي تدور في الشارع كذا تشوف حاجه. اما ليه ما نحكي وخرجت خبر وطلبت صوم وكذا، معناتها ما طلبتش الدائره انه نحكيش فيه الموضوع. عندي انا حد يمثلني يحكي في الموضوع هذا، سي اسكندر مبروك بور باش يبداو اهل المهنه يعرفوا شكون مهتم بالمواضيع هذوما. اسكندر صديقي هو اللي مهتم بي انا وبعده ممثلين اخرين كيما نجله كيما جون باس برشا ممثلين. اما اسكندر هو اللي فاوض الحكايه هذوما وهذا هو واضح. باهي دونك شو نقول لك، ولاد الغول وبرافو. ما 31 حلقه يا اخي. والغول 30 حلقه هي. تي يا ملغول مشى هاكا قعدوا الاولاد. اي مبروك نجاح ولد الغول ويعطيك الصحه دونك، وتجربه جديده ومنوعه. وسنة عملناه ثلاثه سنة ركزت في عمل واحد. اي سنة لانه ما كانش عندي رغبه شديده اني نتنقل من عمل لعمل، حبيت ان نقعد مع التجربه هذه. وفما طبعا صاروا لي بعض اقتراحات اخرى اللي كنت باش نعملها، لكن فما موانع، كانت فما هنالك اشياء منعتني او ما خلتنيش نواصل. مع موانع في الاقتراحات ولا موانع خاصة؟ فما اقتراحات ما راقت ليش، وفما اقتراحات راقت لي نسبيا، لكن فما جوانب اخرى ما اتفقناش فيها. اذا تعدينا وكهو نشوفوا شويه افيش فيهم. تصورك تبارك الله، معناتها من دور لدور في مسيره كبيره تنتقل من شخصيه لشخصيه تبارك الله، معناتها ولا شخصيه تشبه الاخرى ولا دور يشبه الاخر، لا في الشكل لا في الصوت لا في في الاداء. تبارك الله، معناتها شنو السر؟ شنو السر باش حد ما يشبه الاخر بالطريقه هذه، معناتها بالابهار هذا، حتى كي عملت ثلاث ادوار في رمضان ولا واحد يشبه الاخر؟ هو الهدف الممثل دائما انه يتحول، تحول من شخصيه الى شخصيه. وفي هذا ما فهم شكون يتحول هكا يطبس راسه مثلا في مخه تحول، ما انا نشوف كل حد كيفاش يتحول. وفما اللي شفنا سنة واحد يعمل هكا كون كواني بدل فما اللي يتحول. لكن انا انت ليه معناتها انا حبيت نقول لك على انت عامني ولا الناس تصطاد لك باش يقولوا تشابه؟ لا تشابه لا شيء، ثلاثة ممثلين مختلفين. أهم حاجة أنه سامحني وهذا سؤال فيه نوع من العشق ولا الغرام، ماهو سؤال صحفي، تفضل. ربي يحفظك. ليه معناتها القوة من قبل، معناتها القوة كبيرة تبارك الله. خدمتنا تقتضي أنه كل شخصية عندها
مقتضياتها وعندها معطياتها وعندها خصوصيات يلزمك تحكي. ما كانش باش تعاود انت تسلف في بدنك وموجتك الشخصيه ذيك، فشخصيه مختلفه دائما مختلفه. هو كيبداو زوج اخوات توامه هابطين بنفس الكرش ما يشبوش لبعض بالضروره، فما بالك شخصيات، شخصيات تاريخيه وشخصيات حاضره. واهم حاجه انه الممثل يتسلى عندما يقوم بهذا العمل، اذا ما فماش تسليه ونوع من المرح لعب يعني، لانه يعني نلعب واحنا يتعدى الموضوع. هو القوة هذه متاعك هي التي جعلت منك الممثل رقم واحد اليوم في تونس. العفو، رقم واحد يفترض رقم اثنين ممثل لا، وهذا نعرف اللي انت تعرفه. اعطيوني صفات حسنة في أولاد الغول، شخصية كبيرة عليك في السن، تجاعيد كربة برشا خدمة على المكياج والمشية واللهجة الشخصية بلا سؤال، الشخصية تكتبت بالملامح هذه ولا تخلقت بحضورك؟ لا لا نهائيا ما تكتبتش حكاية مكتوبة كشخصية، لكن أنا فكرت في الموضوع فلا باهي باش الناس يعرفوا الكواليس. كيت له علة، خاطر أنا شخصيات الكل يتكتبوا بطريقة، لكن أنا نحاول ندخل عليهم حاجة إنسانية. لقيت له حاجة. هو في الواقع راهو الكربة لابوس هذيك هي تحية لصديق عندي، صديق نحبه ياسر، جاء في بالي وانا نقرا بديت نفهم في السيناريو، جاء في بالي حبيت نحييه لانه مثابر وذكي ووسيم شكون الصديق؟ واحد صاحبي شخصي ما جمش مش معروف ولا اسمه، لا ما يعرفوا حد. صديقي حبيت نحييه لانه عنده نوع من الثقه في النفس، نوع من الاصرار، وكذلك عنده انفتاح في روحه وفي موجته، وعندي شعور دائما انه مظلوم. به مقتل الغول خيب نرفز برشا ناس يبدو بكري. انا عموما ما نميلش للادوار الطويله، يعني لو كنت تشوف مثلا في كل المسلسلات مش بالضروره عندي العديد من المشاهد، انما في هذا واضح انه النهايه كانت سريعه. اي مفاجأة. مفاجأة إلى حد ما، مفاجأة ربما مفاجأة في الكتابة لكن أنا دائما سعي أني نخفف في الدور، ما نحبش نكثر في المشاهد برشا، أنه ليس بأكثر المشاهد تعطي المعنى، لكن هوني يبدو أنه قلق شوية المتفرجين باعتبار أنه بداوا يربيوا عليه كبدة، ثم ربما فيه نوع من الناس سخفوا عليه. سخفوا عليه وبداوا يفهموا مشكلته. المسلسل عمل ديماراج بشوية. البداية كانت نوعية أخرى مع انستالاسيون. كانت رتيبة شوية ربما وكانت شوية بطيئة. وبشوية بشوية تربيت فهموا شنو مشكلته سي الغول. بالتالي وقت اللي قتل واحد من اولاده، اولا الموضوع في حد ذاته خطير رمزيا انه الابن يقتل الاب ولو دون قصد، بمعنى قتل الاب بالمعنى الفرويدي اذا تحب قتل الاب. المتفرج ربما يحب يواصل مع الشخصيه هذيك يشوفها وين كانت باش تمشي، لانه بدات الازمه تكبر ثم قتل. هذا سيناريو هكا مكتوب، ما نجموش نقول ربي يا مدام ردوا لنا يموت في 28 مثلا. والله ما نعرفش، انا نتبع في المسلسل معناتها معاك توقعتك باش تموت بعد شويه 20 22 هذاك صار الموضوع هكا. يلا باش نشوفوا اكرم ومن بعد باش نرجعوا، عندي حوار سبيسيال، هذا كله حكايه فرغه، حوار سبيسيال باش نغوصوا شويه مع ضيفنا ونجم رمضان السنة كالعاده، معناتها نجم مشتر رمضان السنة فتحي الهداوي. يلا اكرم ام هيا طبق المطهر خارج، هيا اضرب لي هيا. Come on, my brother.
get the model girl tall. Put that body on call. I took the honey on top. I put the money on top. I put the money on. That she falling in love. Say she feeling my G. She feeling my style. She loving my touch. Take it low. Your waist is taking over. Shit, baby good. Rotate, baby shoulder. Let's give the see class. See ass. I love it when you move it like that. And never seen it when I get it more. في الفريق شد بلاس خاد في وليدي معاش تشحبر شفرج وخيك الجرة أخرج وليدي يمسي الجرة الجرة متاع الحلوة كسر الجرة متاع الحلوة كسر الجرة متاع الحلوة بعد بعد جرتي بعد جرتي شوليدي طاب شي حنولك عشوليدي مش حنولك لا انا ما نحبك وليدي هكا عاد نحب انا رايح نمرات الجنه بلا كان نحب ندخل الجنه ما نحبش ندخل الجنه حنالي هيا كحتي عاد هيا حنالي غريبه نحن سبي ونتمنى باش نقدر حنا وهو يقول على هالي سبي انا حنا ما نكذب طيبين حنا ما نكذب حنالي حنالي بالسيف حنالي هيك عاد بس هيك عاد اسمع لك ليه فبتيل الولاد ما توجعش وراس وليد اختي لا تخافها ما توجعش وبعد لها بهاس يا ودي وينه المطهر هذا؟ وينه؟ يا هو المطهر تاش بيك حتى انت اسكت وليد اختي اقصد زوز عصافر الفوق اقصد يا ودي انا زوز عصافر يا ودي عصفر بك منين جايب والطهر هذا؟ اقعد خلي طهر لك هاي وليد جاي؟ هاي انا؟ وش هذا هو؟ هو وينه؟ ايه ما طهرش انا عنده هذا ما طهرش سايبوني اقعد وليدي اقعد متخاف شمشي بجيب لك ميدو اقعد اقعد يا شبالي اغزل الكاميرو انا من زيت مغزات شو تكي تهبي ميدو يدو احنا عينا دخلوا لي ميدو يا ميدو يا ميدو ميدو او جي ميدو ساي يا ميدو او جي قاليش معلم مش تهر دوز من الفلسات ولا مش تهروني انا هذا الكل ما انت عارف يا عمي لا 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 بس لا بس لا بس ساعة كروم هذي 5000 5000 طهارة واحدة هذا مو متعشى مرتين بس علي 5000 قال كلام حشناش ومتعشى مرتين هاي يخرج عاف وينو الغالي وينو صحة بابا صحة اليوم زادنا راجل في معشر رجال شو كالوهرة شو كالفخامة هذي 20 دينار من الخول الخول يا بابا يا عيش يعطيك الخير هذا باهي ورجع العشرين نلف غادي حاسبه مرموه 480 بذل ينقص دينار مبرد اسكت بركة أول مرة نشوف مطهر ويحسب في الرموه ها أنا ذكى واحد في تونس طهرت وانا كبير باش ما ياكلونيش في الرموه بتاعي لا لا مزور أمي فشلك مش نرخب أعطيه دوان نوش بونسوار حالو تعرفوني نعم بوزين روشو كيفاش فشلت بالطهارة أمي خرج هذي مش نتعطب دكتور دكتور عاود قول لي باش نقصوا لي فيش باش نقصوك في أكبر عضو في جسم الإنسان والله طهرت وأنا صغير يا دكتور عليك احترم روحك أكبر عضو في جسم الإنسان هو جلدك وأنت خذي باش نقص من خشمك دونك
باش نحيو جدة من هنا وركبوا على هنا. هديك يا دكتور. كيفاش بحكي غيالي لا وسع لا بالي قلبي نقز بالطول وعمشالي. فتحي الهداوي باش نحب هكا نبربش حكايات عليك ما حكيناهمش قبل والدنيا الكل ساعه. انا نعرف خلينا نعملوا استراحه موسيقيه. انا نعرف اللي انت مغروم فيروز على الاخر معناتها من الفنانات اللي انت تحبهم دونك نحب نسمعك ميدلي متميز الاحلى اغاني فيروز مع هنا القاسمي. مرحبا هنا. يعطيك الصحة هنا. ميرسي بوكو وربي يفضلك. بون كوراج. يعطيك الصحة على الميدلي الحلو هذا الفيروز. توا باش نحكي معاك على حاجات في حياتك. حاول تجاوبني بسرعة خاطر حياتك تبارك الله معبية برشا. 9 ديسمبر انت تاريخ ميلادك. أصيل سليانة.
من 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 عائله متواضعه نوعا ما، تولد في الملاسين، ثاني في داركم على 6 اخوات هكا، قريت في ابن شرف، عشت في 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 حي التحرير. تبارك الله، معناتها ولد بيئه صعيبه كاسحه، رغم ذلك يعني كنت تنجم، سامحني، في الظروف هذيك وفي الوضع كنت نجم تطلع باربو، تطلع كل واحد كان نجم يطلع اي شيء في الوقت هذاك وفي الظروف هذيك، لانه هذا 95% من الشعب التونسي وفي الاحياء الشعبيه وفي الارباض وفي الواحد. ولكن كان في كنت طفل صغير ناشط جدا، لعبت كرة اليد، ركوب الخيل شوية، عشت في الفترة الذهبية متاع الجيل اللي تغرم بالمطالعة والفن والمسرح خاصة. صحيح. أول جائزة وأعز جائزة عندك خديتها عام 78، جائزة أحسن ممثل بالمهرجان الوطني للمسرح المدرسي. نعم نعم صحيح. فترة فترة باهية، فترة أنه فترة تأسيسية الجمهورية شخصيتك زي ده تونس، ما احنا تابعين الموضوع متاع بناء الدولة الجديدة. يا أخي احنا 67 وقت دخلت المكتب 67 ولا 66، مازال تونس في بداية يعني في التجربة الاشتراكية تعاضدية متاع بن صالح، وتأسيس إدارة تونسية، وتأسيس وكذلك تاخذ الشق الآخر اللي هو الشق متاع تأسيس دور ثقافة وتأسيس المسارح المهرجانات. 64 مهرجان حمامات، مهرجان كارتاج، كذلك تأسيس حتى قبل مهرجان قليبيا أقدم واحد. التمثيل خسرنا في محامي كبير، كنت برتجي وقت اللي نجحت في الباك بين التمثيل والمحاماة بالحق. كان هي مهنة تستهويني المحاماة، أعتقد أنه فما نوع من التلاقي بين مهنة ممثل ومهنة محامي في شيء في اشياء ما. صحيح. لدواري. كيف هذا ساعات نجم دراماتيزي وضعيه نتاع شخص نتاع كذا. طبعا. انت تخرجت عام 86 لول من البروموسيون نتاعك وخذيت جائزه رئيس الجمهوريه وقتها. نعم. يظهر لي الجائزه الوحيده اللي خذيتها من عند رئيس الجمهوريه، ولا تكريم جاك في تونس. وما خذيناهاش معناتها. ما تسلمتوهاش من الرئيس. اي كانت 86 الرئيس رجل المريض وصار ومسار يعني صار، اما لا عمر ما صار عندي تكريم. انا تكريم منين؟ من الدوله؟ اي لا، مش غريبه طيله 40 سنه ولا تكريم ولا نيشان ولا شهاده الفتحي لهداوي؟ مش غريبه نوعا ما؟ هل كنت باش ما نقولش مكروه، ماكش مستحب؟ مانيش ما نظنش كان يعني غريبة مكروه، ربما ينساوك هو، ربما ينساو بس النسيان راهو ساعة ساعة نعمة من عند رب. أول بطولة في فيلم عرب الفضل جعابي وأنت مازلت طالب يظلي وقتها ولا لا تخرجت؟ كل التجربة المسرحية مع المسرح الجديد أنا طالب يعني عرب في العوادة تخرجت عرب، لكن لا عملت أفلام قبل. عملت أفلام، عملت أفلام قبل حتى تونسية وأجنبية حتى قبل ديجا. خلي نقولوا أقوى فيلم في البدايات صفيح ذهب عام 89، معناتها ممكن من الأفلام اللي هي فيها نظرة استشرافية وفيلم فيه معنى وفيه نفس سينمائي حقيقي. فيلم دور المتشدد الديني بالحق دور استشرافي، استشرافي متشدد ديني، هو عنده وجهة نظر طلع كيك بالحق. فيلم الحلفاوين، الحلفاوين اي حلفاوين صحيح انه الدور الباندي في الحلفاوين زاد ما كانش كيما مكتوب مع لا. ما كانش كيما مكتوب نهائيا، بدلت اقترحوا على المخرج واقترحوا على الفريق انه نعملوا حاجات، نحاول نعملوا حاجات نعطيه معنى. خد الدور مكتوب في نوع من الجفاف، كي تعطيه معنى وتعمل له تاريخ وتحاول بدون ما تزعج تخلي مثلا الانتاج يبدل برنامج العمل والاخراج يبدل، في ضمن السياق بتاعهم ضمن امكانياته هو تحاول تعطي تلوينات معينه او تبني شخصيه عندها خط، ولو هي مش كبيره، مش شخصيه عندها خط، عندها بدايه وسط ونهايه ومنطق، انه هذا كان باندي ثم اصبح مخبر ثم اصبح بوليس، ثلاثة مراحل هذوما، أصبح أمني، معناها هو تحول من فوايو من باربو من المفروض يمشي للسجن، ولا هو يدخل في العباد في الحبس. والحركة هذه عرفناها في تونس،
في السنوات السبعين. تاريخيا صحيح الكلام هذا انه برشا بانديه كانوا بانديه بعض الاحيان مخبرين ثم ولاو هما بيدهم من الامن. من اروع الافلام في تاريخ تونس يقعد مرجع الفيلم هذا. 91 انت مدير فني في عرض النوبه وفي كل تصريحاتهم الجزيري ولا العقرب كيحكيوا عن النوبه ما يجبدوش فتحي الهداوي. فتحي الهداوي في النوبه دار تونس الكل حومه حومه ولايه ولايه معناتها العازفين الغنيات كذا مع خدمت خدمه كبيره جدا خدمنا وجبناهم عملنا جبنا خدمت يجي من خدمنا نحكي على دورك بالفعل خدمنا كل ما بعضنا ولكن علاش دورك مهم مش ما يعرفوش العبيد بو انا من عندي نوع من الخجل باش نقول على ما يذكروكش نساوك التكريم ربما السؤال يوجه للعموم ما نعرفش انا علاش ما يذكروش وجهت لك السؤال اللي نعرف عندك الجواب مي ربما ما تحبش ما عندي معناتها فما تهافت ديما تبعد خاطر تهافت سابريز دي شوز يكسر حاجات والناس كي يدخلوا في سينا اخرى ما تنجم كان تشوف وين ماشي الحكايه كاو جمش تدخل في موضوع هو بيدو داخل بعضه مش با سي با لا فان دو موند جو دير اون با ما عاودناش خلقنا العجله من اول جديد عملنا عرض موسيقي الماده نتاعو موجوده في الشارع وفي الهضاب وفي الفاف وسوجنا ولفناها وعملنا هذه التغنى الاولى هذه الثانيه مع شويه امور يعني فماش في الوضع هذاك هي كانت ثوره مع تغيير كبير صح على بعدها الرمزي كبير أي لانه أي قبل أي نوبة كان ما قبل وما بعد النوبة اي كان الممنوع مثلا المزود ما يتعداش الناس تخجل به تحشم تفيض يعملوا ربوخات بالسرقة أي. البرجوازية يعملوا ربوخات مزود بالسرقة في الدار يسكروا البرسيانات ولأنه كذا وبعد ولا مسموح باش يتعدوا في التلفزة في الإذاعة فالنوبة هي اللي أعطت إمكانية نوع وهي كذلك سافوزي بارتي يعني وقت نظام بن علي جديد مازال ومن جملة علامات أنه نظام بداية نظام قاعد سانستال يزمو حل اللعب شوي فحل اللعب في الموضوع هذا وحل اللعب في المسلسلات صرنا نخدم مسلسلات كأنها بمفردات سينمائية مفردات إنتاجية سينمائية صحيح. يعني الممثلين كل واحد يطلع في كهرباء واللي هو مثلا في الدور الأول يطلع في كهرباء فخمة واللي في دور أقل وهذا سويت وهذا بيت وخمسة نجوم النقاش لا وملابس بالحق ومكياج بالحق وكنا نأجروا حتى كريو ملابس من فرنسا يعني الديناميكية هذه كل كانت وسرعان ما تخليت عليها الدولة لأنه سي البوفوار شد بقعته حط سقيف ركاب فبالتالي ولي تفصيل أما هذه من علامات بداية الانستلاسيون تاع السلطة كي نقول 92 لا يمكي في الريح معناتها فتح الهداوي دليل المفتاحي في مشهد أبهر جيل التسعينات ثم مسلسل غادة محمد حسلي ميم دور عفيف البوكسور معناتها الدور اللي دمر التوينسة الدور كنت معشوق الفتاة في الفترة ذيك والتوى أما نحكي في الفترة ذيك كبروا شوية كهوم لا أما في الفترة ذيك معناتها مرة وقفك راجل في الشارع خاطر مرته مضروبة فيك وعمل لك عركة يصير هذا عفيف لا ما تبداش تقول لي يصير مع عفيف البوكسور أنا متأكد أنه صاير حدث أي رغم اللي فتحي الهداوي ما هوش عينيه خضر ما هوش كذا ولكن كنت في الفترة ذيك كنت نجاح رهيب جدا كان اي لانه المسلسل كان ممتاز انه النجاح ما هوش نجاح مجرد انت تعتبره احسن مسلسل تونسي من احسن المسلسلات لانه فيه نظرة فما محطات باهية في مسلسلات تونسية تخدمت بطريقة ذكية وبطريقة فيها إحساس وفيها بناء وفيها معرفة كل منهم من الأوائل على كل حال أنا نرى هذا غادة درصاف مملوك قالت فتحي الهداوي عنده سحر حسيته بالحق راجلي يلزم احنا مانيش نمثل قالت حاسته بالحق راجلي صغيرة كانت صغيرة وكانت غضة وبنية معناتها كلها براءة كانت وبوها صديقنا الله يرحمه مسلسل العاصفة ثم 94 مسلسل الحصاد ايه. انت الوحيد اللي كل ذكرى وفاة الراحل منصف رزعر تكتب على الفيسبوك تترحم عليه منصف صديقنا الله يرحمه
من الناس النادرة اللي صديقنا أخونا منصف تعاملنا مع بعضنا وكلينا مع بعضنا وشربنا مع بعضنا ومثلنا مع بعضنا, فمش ممكن ينسى بسهولة معناتها. رحمه هو وغيره من الناس النادرة اللي كي اسمه يتكتب قدام اسمك تقبل يسالش, مش مشكلة هذه, مش مشكلة بالعكس, وباهي أنه الناس في بعض الأحيان يزم تعطي علامات متاع ود متاع محبة متاع اعتراف. عام 97 مسلسل تاج من شوك لشوقي المجري من إنتاج أيمن زيدان. أيمن زيدان تعرفت به في تونس ومن بعد انطلقت المسيرة غادية بالضبط. عنده فضل كبير على الدراما العربية وعنده فضل كبير على الممثلين عديدين لأن نجوم كبار بدأوا مع أيمن كمنتج. أيمن عنده فضل كبير بارك الله فيه. معناتها كانت نجاحات كبيرة. مثلا فيلم كل التراب عام 2000 خديت أفضل ممثل مساعد. في 40 سنة زادة ما خديتش برشا جوائز, مش برشا, خديت جائزة أخرى زادة في جي سي سي فيلم شبابك جنة وحاجة هكا مش بتاع مختار مختار العجيمي. يعني جايزتين ثلاثة أربعة ربما. غريب جدا معناتها رغم في مخ التوانسة معناتها كل أدوارك عندك جوائز. في مخ التوانسة معناتها تبدع في كل أدوارك. شنو معناتها فما جوائز أخرين جايزة موزايك جايزة كذا جايزة كذا فما جوائز هذوما. أما في سيفري في السينما هذا هو الموضوع. 2002 مسلسل هولاك ولباس الخطيب. معناتها في سوريا مسلسلات كثيرة ونجاحات كبيرة. هل التسكيرة متاع العالم العربي وكذا والحروبات من 2011 ضرتك ماديا ومعنويا؟ ضرت أنا ربما من أقل المتضررين, أما ضرت برشا ناس يخدموا في المهنة ذي. لكن الآن مع الحروب الأهلية اللي صارت ومع المشاكل ومع الثورات العربية والتحولات اللي صارت في المجتمعات والأولويات اللي تغيرت, خاطر إنتاج هو إنتاج مسلسلات كان أولوية قبل الآن لم يعد أولوية, خلاص أولوية هي حاجات أخرى. لكن كذلك الآن المهنة بتاعنا قاعدة تضرب في مقتل زيادة لأنه بالكوفيد. بالكوفيد كل المهن المتعلقة بالدراما بالسينما مهن الفنون الركحية والفنون الفرجة الكل تمسوا بصفة كبيرة, فنرجو الله السلامة. هذا هو 2008 سيد الريم سي رئيف ما فهمش تونسي ما يعرفوش ما يكرهوش ما يفدش منه ما يعذر وما كذا. غريبة معناتها النجاح الغريب لسيد الريم, نجاح غريب رغم اللي انت في وسط المسلسل وقتها عملت برشا عرك وكان مش عاجبك برشا حاجات وتقسمت الأمور. النجاح الكبير جدا فاجئك؟ ما فاجئنيش برشا لأنه أنا نعرف الجمهور يحب الممنوع, يحب يتفرج في حاجة ممنوعة. لكن كان ممنوع ما هوش هي سمج أو ظاهر كان ممنوع مخب, ففهمنا كل شيء بدون من وريه حد شيء, وهذا كذلك يحب الجمهور لأنه يعطي ثقة في المسلسل أنه ممكن يشاهده مع عائلته مع كذا. لذلك سيد الريم خذا سكسي من جملة الجوانب, خذا سكسي كبير وقاعد يتعاود وكل عام يتعاود مرتين ثلاثة والناس يحبوه ويتبعوه رغم اللي هو كيكا وبر. كيكا وبر هي مسلسلاتنا كلهم كيكا وبر. حاولوا معنا محاولات, محاولة باهية. سيد الريم كل اللي نعملوا فيه محاولات, مازلنا ما وصلناش للفن. صورة أداء حاجة الفن في السينما وفي المسرح مش في التلفزيون. بالحق في التلفزيون نحاولوا نقربوا من موضوع الفن لأنه يزم بيداغوجيا باش يفهم المتفرج في داره وش قاعد تحكي له. دونك يزمك تحكي له حكاية واضحة وتشد تبسط تبسط وتعطيه عواطف نتاعو. ما تنجمش تدخل في مواضيع كبيرة ياسر إلا في السينما وفي المسرح. في التلفزة توا معناها نحكي حتى على السنة على عمليه يقول لك باش تنجح يلزمك من الحلقة الأولى قتل اغتصاب تهمة جريمة واحد وتحطهم الكل في الحلقة الأولى باش تكروش الناس. يلزمك تشد العباد من الحلقة الأولى. هذا الإيقاع الجديد, هذا الإيقاع متاع اللي قاعدين نشوفوا فيه توا في البلاتفورما أنه ما تنجمش تبدأ مسلسل نقعدوا نستناو تنستال بشوية بشوية مدة حلقتين ثلاثة أربعة بعض الأحيان خمسة وإحنا ما نش فاهمين شكون مع شكون. الجمهور ما عندوش وقت ما عندوش صبر باش يقعد يستناك,
شكونك انت باش يقعد يستناك مده طويله دونك لازمك من الاول تشدو وبعد تفرك بشويه بشويه وانت ومجهودك وقتها تنجم تستبقي هك الشد هذيك يتعلق بيك ويقعد تفرش فيك للاخر والا يصير عموما كما سنين المنشار اون دون دوسي يطلع معك شويه وبعد يهبط وبعد يطلع المهم انه الدون دوسي هذا سنين المنشار يكونوا في طلوع مش في نزول في نزول سي فري مثلا سلسله الرئيس اللي عملتها والدور الكوميدي عملته والله اليوم الصبح نتفرج جامبيانس تفتق حلو سمباتيك صعيبة ما كانتش مبسطة شنو اللي خلاها ما تنجحش جماهيريا الوقت معناتها باللي باش ما تقولوش نجامل ادخلوا تفرجوا الوقت اللي تعدات فيه كي تركز فيه تموت بالضحك اي فما حاجات على الفيروس بي ام دبليو هذيك اللي تقالت وراه بالعطسان وبالواحد كيت انك تحكي على تو والرئيس وكشيخ وكالقفيف وكذا يعني مش كل ربما وقت البث نتاعو ما كذا عدة عوامل لكن الأكيد أنه جميل نجار عنده أفكار وعنده كتابة ذكية برشا وكذلك عنده نظرة إخراجية حلوة برشا ما أنا بابيو أبوتير معناتها أنا بابيو فير أبوتير ما قدمناش برشا برشا بالقدا أما مسينا حاجات باهين سمباتيك وإن شاء الله فما فكرة أنه أون روبرون الرئيس إن شاء الله خاطر رانا بزوان نحن في حاجة إلى الساتير بوليتيك في حاجة وتونس هذا تعبير على الديمقراطية هذا لا يمكن أنه تعملوا في بلاد أخرى جي تعمل رئيس في بلاد أخرى ممنوع. لكن في تونس ممكن اليوم ومن 2011 ممكن أنه أي شخصية ظهرها أحنا الساتير بوليتيك سيتم بزوان في حاجة باش نشوفوا بطريقة فكهة أشياء جدية جستمو 2019 المايسترو لأسعد بن عبد الله أسعد الوسليتي لأسعد الوسليتي سمحني زوز أصدقاء أي تحية لأسعد بن عبد الله أسعد عمل جسمه السنة ممتاز أي 13 غاريبالدي أي حلو أبا ويلمو على الأخرة تبارك الله تريبو تريبو تريجو من نجي لكل كبارات نتاع التنقيب خلينا في نفس المعهد هو بعدي بشويه من الاسعد 2020 نوبه ولاد مفيده وقلب الذيب وثلاثه النجاحات والعام معناتها ممتاز انا حكيت على اسم كلول بلي سؤال خاطر صارت بوليميك كان جيت انت كيما كمال تويتي الفنان القدير تقبل انه نضال السعدي اسمك اسمه يكون قبلك في الفندق أعطيني بوضوح حتى بتنظير بما أنه ما تطرحش الموضوع أي لكن أنت كجبت توا بيان سور كونو بيان سور واضح في قيمة الممثلين في ما نعرفش في شنو هو هكاك لا في هذاك نقاش يولي نقاش متعلق مش معناتها جينيريك شنو نحطه في جينيريك مش نحطه من الاول كيفاه لكن هذا موضوع ما يهمش الجماهير لا لا ما يهم خاطر كوم مع الجمهور هو ما يهمش كيفاش تتريق الحكايه هذه شنو ما لي كارك لي شنو ما لي بارامتر شنو ما الجمهور ما يهموش لا هي قلب العلاقة مع الجمهور فتح الهداوي معناتها علاقة مش اسونسياليست مش علاقة لا معناتها في الاخر علاقة صورة في الاخر انت 30 40 سنة تبني في صورة بنية تتعبت كذا معناتها تنجم ونعرف اللي صارت لك حكايات وبدلت قلت لا ما يجيش الاسم هذاك قبل خاطر في الشارع انت انسان متواضع وتتعامل مع العباد وكذا ومع الفنانين نعرف هذا الكل يعرفوه معناتها عندك تربية واخلاق كبيرة ولكن فما اسم زاد انت تعبت عليه فتح الهداوي ما تحبش يكون يضيع دره مثلا شفناها اي لكن هو المشكلة انه كذلك مش مشكلة هذا الموضوع خلينا نتعداو خاطر واضح مش مهم هو الابداع واضح ابداع باش نحكيو بعد شويه على الابداع نشوفوا الزين لقد وقعنا في الفخم بعد باش نحكيو شويه على رمضان السنة وعلى الابداع اللي شافوا فتحي الهداوي انا الخطبه ان شاء الله ليله 27
فهمتني؟ عايش خويا ربي يخليك. بول عروسة قلت له لنا عندي عذرية كيما هذه معناتها. تكذب عليهم. مبروك ديريكت تكذب عليك. قال لي ربي نحب نجي نشوف تعمل مزية باش يدخل دقيقتين من زمان نعمل على أساس العذرية نتاعي باش يعطيني الطفل ال 27. طاهر طاهر صانع هذا صانع عندي انا صانع عندنا زوز اخرين احكي له على زوز الاخرين وين وين اللي عندك شوف هذا معناتها المحل هنا كي تشوف كله سيب هذا سيب فهمتني لهنا نهبطوا من اللوطه نحط لك راهب وكل اما بيناتنا بدلوا صانع ما عجبنيش طردوا وماذا بيك اليوم صلي على النبي صراحه مش كلكم ولدي انت ولد دبي هو حب هو حب ربي معاك تفضل شيء طيب هيا برا نروح طيب لاباس في خبزة بسكيريك في خبزة طيحها الخدمة طيحتها مرة أخرى شاكير تاو هكا ليه وقول لك حاجة أخرى الشاكير بكبس الشاكير اسمعني عايش ولدي عندي عماد والبختي شو قول لك خوي وخدم مجازيني قبل هاي خد من هذا شوفوا دا شوفوا شاكير أفرع جيب له كرسي جيب له كرسي شاكير عايش ولدي لا بدو بدو خرجوا من التو خرجوا عندي شكون خرجوا عندي شكون هكا هو يعطيه خذ برا عندي خرجوا عندي شكون مانيش خارج ومانيش ماشي هذا نسيبك كذاب هذا وانت قحاف اكثر منه شكون كان خديت وربحت لا لا نعرفه قبيح ونعرفه مش قبيح نعرف هذا كذاب نسيبك انت كذاب وهو كذاب انا كذاب ولا لا تحسمها كي قلت لك بدلوا بدلوا اخش خويا اخش علينا يا اخش علينا من حلوه نسيبي انا عادل بدل عجين الكرفه تو نحكيو برا عطيه فرتريز بدلو فرتريز انا بعجين فرتريز هاي جدد يكذب عليك يا طاهر شبيك مانيش كل يكذب عليك السيد هذا صلي على النبي طاهر يكذب عليك خويا طاهر صلي على النبي فهمني السيد هذا ما عنده شيء جاني قال لي احسب حالو تاعي بتاعي انا شهر روك عاش خويا فرتريز عمل اربع جين سامحني هذيك ربي برا على روحك عمل اربع جين برا سامحني هذيك ربي شوية بشوية اشتوى يا طاهر شبيك سامحني هكا سامحني مهبول سامحني مهبول سامحني من هنا عشان كاميرا كشي لا لاباس معلم جاي هكاك من قبيله تعيط وحدك نسيبي هذاك يس ما تجاوبوش نسيبي ما تجاوبوش شوف شو يطرد فيه اجا من ايش تعرفش انت تعرف السنه انا نعرف تعمل معاه انا ايش يخرج برا عايش فيه سايب ولا لحظه عايش نمشي للحانوت الاخر نمشي للحانوت حانوت يكذب عليك اذا ما تردوش انا نمشيت 127 والله ما صار والله ما طلع عايش عاد شكير بارا ربي بارك مش محلو شكير بس شايف عادل شكير في لباس مهبول هذا اخي كان سيك التمرين بشوية بشوية ايش كبه ولا سيسه كاميرا كشي كاميرا كشي كاميرا لاباس معنا فتحي الهداوي حبيت نعمل جولة على مختلف أعماله على مختلف أدوارك اللي تقريبا كل دور كان نقعده معناتها هنا كي نقول لك عفيف في مسلسل غادة مسلسل قمرة سيدي محروس رئيف في صيد الريم أبو زيد الهلالي رئيس جمهورية البرمقلي اللي نخلطوا للنوبة كلهم أدوار بصراحة تتوحش أرتيكل ولا تحليل على اللي تقدم فيه فيه مقاييس علمية كما قبل كما 10-15 سنين التالي كانوا فما أسامي تبدأ تستنى فيهم يكتبوا فما نقد في المسرح خاصة فما فيدباك فما حاجات نجم تخليك حتى تبدل من أفكارك كله توا ولا مرهون بالستاتويات والجيم والجيمبا والتصريح السريع الدنيا تبدلت بطبيعة الحال الدنيا تبدلت مازلنا احنا توا نسبح في حاجات جديدة علينا مش متعودين بها وتبدل بروسيدو كوميونيكاسيون يتبدلوا بكري كانت الجريدة تحل الجريدة باش تقرا الارتيكل على المسرحية اللي انت فيها ويهمك وجهة النظر نتاع محمد مومن ولا نتاع في الموسيقى نتاع خالد التبربي ولا في السينما نتاع سميرة الدامي ولا نتاع يهمك ولا محمد محفوظ الله يرحمه ولا بعض الصحفيين الاخرين اللي يكتبوا بالعربية انا ذكرت اللي يكتبوا بالفرنساوي مهم ولكن مش مهم هكاك مهم لانه بالفعل فما امكانية انك تراجع بعض الاشياء بعد ما تقرأ الارتيكل لأنه النقد لا يبنى هو كلام على الكلام لا يبنى على فراغ فهو معاك في العملية يا أخي الناقد ليش بش ينقد هو يحمل معاك الموضوع مش ينبر ناقد ناقد يحلل ويحط في الثنية ويعطي إطار فكري ومعرفي وفلسفي وسياسي للشيء اللي ربما تعمل فيه بتلقائية أو بنوع من السذاجة وهذا مش عيب لأنه
المتنبي لا أعتقد أنه المعاني اللي خرجت من الشعر متاعه الكل كان يخمم فيها هو. صحيح. مش بالضرورة صحيح. هو كان يقول في الشعر طبعا عنده أفكار وعنده كذا، أما وقت اللي نبدأ نحله ونغمقه مع على سبيل الذكر يعني متنبي ولا ليه فما برشا كتاب ايه؟ قالوا مشيتوا للزوايا احنا ما خممناش فيها عند الكتاب ايه؟ لأنه أنت وقت اللي تكمل الموضوع ما عادش ملكك، يولي ملكك أنت شوية لكن ملك النقاد وملك الجمهور. النقاد كانوا قايمين بواجبهم لأنه كانت فما حركة مسرحية حقيقية وفما حركة سينمائية حقيقية، فما ناقدين حقيقيين. أي رمضان السنة مقارنة بعملي كيف تشوف كثرة الأعمال وغيره؟ عندك دي كودكور ولا حسيتهم مزروين بصفة عامة مع تدون ذكر عموما عنا نفس المشاكل بتاع كل السنوات، لكن فما علامات بعض الأحيان وضاءة في أعمال معينة. تحب نذكر لك ونفك علينا؟ أعطيني لي أذكر لي نعرف حتى نقدك أنت واضح. شوف خلينا خلي على جنب اللي ممكن نقوله أنه هو نوع من البلاجيا. يعني شنو البلاجيا؟ أنك دبر فازة، دبر فازة شفتها قبل أو بنية تخدم عليها وهي مش متاعك في لا بامونتي بغض النظر على ذلك. نحيت 80% من الأعمال تفضل. أنت تتكلم خالد تي لي نحب نسلك نعطيك دي فوالا نعطيك سيريات المسلسلات مراجع عملتها واضح تو ما تعرف الدنيا تحلت شيء ما يتخبر. طيب والله نظر على الجانب هذا اللي هو جانب يعني يعود إلى احنا دولة مدلسة، أفلامنا مدلسة، انترنتنا مدلسة، لابونمو في كله مدلس في حياتنا تفضل. حتى الفيلم نشريوه بدينار أنا سي فتحي تفضل. طبعا هذا دوسي كبير. واحد مثلا يخدم مدة 3 سنين على فيلم تجي أنت مرة واحد فرنساوي جينا في الخدمة يشوف في الشانيل في الواحد قتلوا بأنورو في الشهر داخل ما يتوقعش الموضوع كيك داخل معنا أي بقطع نظر على السرقة اللي هي ديناميكية لحظة بيه. اتقلقك السرقة شيء هوريبل معناتها شنو كأنه معناتها شيء هذا يشوف في البر مثلا عند القوارة مي ان لوكورونس الامريكي ثم 3 حاجات ما فيهمش عمي قطعني وات ثم ديزامبو حقوق التأليف والملكية الفكرية ما عندهمش حل يعني الدولة ما عندهاش حل إذا حصلت في هذوما الغالب تصرف الكابون طيحوه بالديزامبو ديزامبو حقوق التأليف والملكية الفكرية والموت هذوما ما فيهمش حلو تصرف بعدها تنجم تسرق بانك تعمل مشكلة نلقاو لك حل محامي أما ذومة وليد عمي يزم كذا فهذا ايش معناتها الكلمة ذي أنه يستوي حقوق التأليف والملكية الفكرية مع الموت ايش معناها في الوعي الشعبي العام أنه كيف أنت كنوفل الورتين مثلا كتبت مسرحي الله أعلم عليك قداش كتبتها بدون ما نقول لك النظام ما يرقدش في الليل كتبت نجي أنا العمل تاعي ديال ساق ناخوها ونردها متاعي هذايا حاجه غير مسموحه في البلدان اللي هي معناتها عايشه الحكايه تضم غير مسموحه غير مسموح. في تونس للاسف طيب. احنا في تونس كل شيء في نوع من كذا ما نحبش انا نقف برشا على ذلك من شخص لانه نعتبره مرحلي تو نمشيو للصحيح الديناميكيه قل لي الديناميكيه اللي صايره باهيه برشا مثلا شفت ممثلين عملت عليهم كيف فريمون شفت ممثلات عملت عليهن كيف شفت أعمال الإنجاز متاعها حلو ظريف بناء ستركتوري نسميه تحب أي بيان سور عليه من توا نسمي مو نأثر على اللجان باش يعملوا الجوائز التروفي بلكسي جلاس أثر عليهم يقول لك عملناه القضية جايزة فتحي الهداوي وبالحشمة جاي وقدر وكذا وقال لي آخر مرة نجي يبدأ الجايزة بلكسي جلاس 15 دينار تكلف جايزة تكلف 15 دينار
سبيا يا رمزي ترمز يا ما فدين ترمز وساسا تغمز جيزة تعلمين ترمز وتغمز تعلمين نادي الحقيقي. أنا مثلا قررت سنة باش ما ننقضوا حد الناس كل خدمة ربي معاه وأذويقة أما سيبري مثلا السرقة مقلقة مشاهد ودنيا وأفكار ساعات فكرة كاملة متاع لا ساعات خدم خدمة ممتازة في رأيي في الحرق لأسباب عديدة ما نفوتوش في التفاصيل. عبد الحميد خدم خدمة ديكالي ممتازة في كينيا ما كانش ممتازة وشفت شفت ممثلين يعني جمال المداني فريمو قتلني بالضحك جمال وعبد الحميد قياس وهالة عياد يعني هذا باهي في حد ذاته سوسن باهي سوسن ما يتغيرش عليها سوسن تلولبها الحكاية تعرف تشد الجمهور وعندها الصنعة باش تكمل حتى تولد لا شك أنه سوسن خدمتها باهية برشا ورقيقة رغم اللي الناس بعض الناس يقول لك فما تشابه صحيح فما تشابه بالضرورة كي تحط الأولاد هما نفسهم في أولاد معناتها كأنك تعيط للتشابه تقول له يا تشابه إيجا ولا تحط اولاد الغول وعلى اولاد مفيده ولا وحيده في دور ام اللي هي عندها اولاد كيما معناتها كاينك تنادي تطلب من التشابه تقول له بربي حتى كانك بعيد اقرب لي هنا خلي الجماعه مثلا ينقدوني فهمت دونك بون هذه اختيارات بون كيما تجي تعمل غناء جينيريك فيها صابر كانك تقول يا سيد الريم معناها هذا يناقش الموضوع هذا اما الديناميكيه كلها حلوه حبيت عده ردهات في عده اعمال فما اعمال والله الحقيقه ما شفتهمش انا ما نشوفش كل شيء يعني نشوف شوي 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 فما روح بيا وبدات يتبين ربما في بعض الاحيان خيط معين في التعبير احنا مشكلة تونس كما مشكلة العديد من البلدان هي الكتابة والإخراج الكتابة ما زلنا نضلعه شوي الإخراج أهون الممثلين موجودين خد ممثل ينجم يمثل هم في بالوش قاعد يعمل كتابة فما رؤية كتابة فما كذا احنا توا قاعدين نحاولوا مشكلة مسلسلات أنه دائما نحاولوا ننجزوا بسرعة فالوقت من المفروض اللي يعديه المخرج الاسانسيال تاع الوقت أكثر وقت يعديه المخرج بالضرورة مع الممثلين لأنه هو مش يحكيوا الحكاية نحن في بعض الأحيان برنامج العمل لواحد عدد الدقائق اللي بتعملهم أو عدد المشاهد يخلي المخرج يكون ماذا بيه إذا يعرف هذا خد فم مخرجين ما يعرفوش ماذا بيه يتعاطى مع الممثلين أما ما يلقاش الوقت كافي مشي نقرأ مشي ممثل باش نختم ممثل قال 3 سيكونس بارجور نصوره إيه 3 سيكونس هذه عادات تعلمناها عادات مش بيه تعلمناها من الشرق من الشرق في الشرق نسميه احنا فريمون وليدات صغار قدامهم خاطر يصرفق لك 15 20 مشهد في النهار تري نورمال عادي جدا وما يتقلقوش بالنسبه لهم فالتسارع هذا لارضاء راس المال لانه راس المال شي يحبه يحبك تخدم اقل تكاليف واحسن اقل تكاليف وبسرعه ازرب بسرعه فبون هي دربه سي ان بون انترينمون مي دو لا انه يولي حاجه مميزه وابداع يصعب شوي واضح رغم اللي السرعه نتاعهم ساعات تجيب كاليتي احنا ما تجيبش استاذ فتحي الهداوي ممتع الحديث معك وجودك شكرا ليك سي فتحي نخلي لك كلمه للتوانسه اللي يتفرجوا فيك سي الغول تو نحب نقول حاجه تو احنا في وضعيه صحيه وبائيه صعيبه برشا 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 عدد الحالات قاعد يمشي ويتكاثر بسرعه عدد مستشفيات نعرف ما نعاود في حاجه يعرفوها التوانسه الكل احنا شويه نحاولوا مع بعضنا انه نحميوا رواحنا ونحميوا بعضنا ونلتزم بمقتضيات الموضوع هذا يعيشكم الموضوع ما فيهش لعب الناس اليوم في الهند قاعدين يموتوا في الشارع وما يلقاوش عادة ما فمش كون نحن ان شاء الله ما نوصلوش لهذا نعرف اللي التوانسه كيحبوا يكونوا وعمناول في الوقت هذا حكينا في الموضوع والتوانسة كانوا في مستوى
رائع جدا، حتى انه وصلنا حاله في النهار وبعدين ما عادش وصلنا صفر حالات. نطلب من الناس، خلينا من الدوله، الدوله ربي عينها والمؤسسات ربي عينهم، ولا وضع صحيح. نطلب من الناس على الاقل، الشعب الكريم التونسي، الشعب هذا انه يرد باله، يحتاط شويه. خد شفت صور مفزعة زاد، ناس في اسواق معناها كانوا ما فما حتى شيء، هذا مش معقول. ربي يا توانسه، يا احبائنا، يا اعزائنا، يا اخواننا، يا اصدقائنا، بجاه ربي نردوا بالنا شوي حتى تمر الازمه هذه باقل ولو الاضرار كثيره، اما باقل من هكا، باقل حتى ما يتفاقمش الوضع. ردوا بالنا شويه، نحطوا الكمامات، نغسلوا ايدينا، نحاولوا نبعدوا على بعضنا ونواصلوا حياتنا، لانه التسكير كذلك نهائيا معناتها مشكل عاد تولي قصه اخرى. دونك خلينا نحاولوا نتعاون. فما بلدان سلكوها اليوم، في نيوزيلندا الناس يحضروا في حفلات موسيقيه بدون كمامات لانه حلوه المشكل. احنا توانسه رانا النجم نحلوه المشكل، رغم الامكانيات الصعيبه والضعيفه شحط الامكانيات والمشاكل اللي عندنا في بعضنا، ولكن هذا الموضوع راهو يتجاوز الناس الكل. هذا الموضوع لازم يصير عليه نوع من الالتفاف على بعضنا بالطبيعه، نلتف على بعضنا بالطبيعه ونقدموا، عسى ان تمر هذه الازمه ان شاء الله قريبا وترجع الحياه الانسانيه الكل الى طبيعتها. والله ان شاء الله يعطينا السلامه، ربي يسترنا. يعطيك الصحه استاذنا، شكرا لك، وان شاء الله كل عام وانت حي بخير استاذنا، وبارك الله فيك يعيشك. شكرا لك استاذنا فتحي الهداوي، كانت حلقه ممتعه معاه الليله. دونك فتحي الهداوي اللي في ولاد الغول كان نجم من نجوم ولاد الغول. نحب نشكر سيريمونيا على ديكور اليوم اللي تلقاوها موجوده في اللاك ولا فيسبوك سيريمونيا .tn والانستغرام زاد سيريمونيا .tn. نحب نشكروا باتيسري مدام الهاني اللي موجوده في صفاقس جابس والمنزه 5، باتيسري مدام الحياني تلقاوها على الفيسبوك وزاد على الانستغرام. نتقابلوا غدوه نهار الاحد في حلقه جديده من ديما لاباس. صباح الخير.